مدافع يمرر الى ريلان، ريلان الى زياد، مرة قوة في اللاعبات لاعب الكرة الكرات الهوائية. كرة من عبد الرحمن الخيبري ينقل الكرة على عروبة لأنه الباحث عن النتيجة الآن لأن الفريق متأخر. ريلان خطرة. هل يعود في الدقائق القادمة؟ تعود مرة أخرى إلى ريلان، إلى فيليب مايا فريتاس يمر إلى دييغو، إلى ريلان ينقل الكرة في الطرف اليمين، من يقابل ولكن الأحمد إلى ريلان يستقبل الكرة من السقوط والخطأ، هذا ما يبحث عنه ريلان برونو، والخطأ على ماريانو فاسكيز يبدو. إذن التسديدة من ريلان وأحمد الكسار، ريلان والكرة تعود مرة أخرى والعرضية خطرة وراسيو وكسار والتسديدة بابا. كما نشاهد هذه الكرة لفيليب مايا ينقل الكرة بشكل ممتاز إلى ريلان، أخذ مكان ممتاز، ريلان يتقدم، ريلان والعرضية خطرة. مثل هذه الكرة تلعب هكذا، ينقل إلى ريلان يستلم الكرة، ريلان خطرة، هذه الكرة خطرة بالتأكيد خطرة لفريق العروبة إلى خارج أرضية الملعب. نشاهد لريلان كانت متاحة، لا نعلم، ربما لا تسجل ولكنها كانت كرة خطرة. هنا الكرة العرضية الدفاع الزبيدي إلى ريلان، كرة تلعب إلى ماهر مختار، ماهر يتقدم بالخبرة، الكرة المنقولة بشكل ممتاز إلى ريلان، تمريرة مثالية رائعة كانت من الزبيدي يعني في الانطلاق. ريلان سيتقدم، سيلعب الكرة بشكل صحيح، نعم، إلى عبد الرحمن العنزي الذي أخذ موقعا رائعا. هنا الكرة في الانطلاق لعبد الرحمن، دفاع وبعد ذلك يعني الاعتماد على الهجمات. نشاهد الارتداد السريع، هنا الكرة تعود في الانطلاقة ممتازة لعبد الرحمن الضفيري، عبد الرحمن غلطة كانت من الحارس، تدحناه كثيرا أحمد الكسار ولكن الغلطة حدثت. هنا الكرة تعود لصالح ريلان إلى عبد الرحمن الخيبري، الضفيري يستلم الكرة في التمريرة إلى ريلان، خطرة.